قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى عدنا إلى كتابنا عمدة الأحكام من جديد بإذن الله عز وجل ووصلنا أو أوصله الشيخ عبد الرحمن إلى باب الإمامة فاقرأ يا وسامي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا الحديث قرأه مش قلنا نبدأ من قلت نبدأ من حديث أنت كتبت حديث الثاني حديث الرابع مش كده؟ هذا قرار الشيخ نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المؤلف رحمة الله عليه عقد باب الإمامة فذكر أو اختار انتخب عدة أحاديث من الأحاديث التي تعتبر على أنها أصول في هذا الباب. فالحديث الإمامة هي تتحدث عن الأحكام التي تتعلق بالإمامة، فأحيانا الخطاب يكون موجها إلى الإمام وأحيانا إلى المأموم وأحيانا الخطاب يكون موجه إليهما، يعني كليهما الإمام والمأموم. وبدأ مسألة عامة أولا، حديث أبو هريرة الأول الذي ذكر أورده في الباب هو حديث عام موجه إلى الإمام وإلى المأمومين، وخاصة للمأموم أنه لا يرفع أنه لا يجوز له أن يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، وورد في ذلك تهديد عظيم على أن الله سبحانه وتعالى قد يحول رأسه رأس حمار، يعني يكون بليد مثل الحمار، لأنه عندما يتقدم على الإمام يكون بليدا فشبه الحمار، فربما يحول رب سبحانه وتعالى رأسه إلى رأس حمار، يعني قد يجعله حمارا حقيقيا، كما أنه تصرف تصرفا يشبه تصرف الحمار، والحمار مشهور ببلادته وقلة فطنته وعقله، لأن الإنسان الذي يتقدم على الإمام أصلا لا يمكن أن يسبق أو أن يخرج من الصلاة قبل الإمام، وبالتالي لسبقه على الإمام بالحركات هذا يدل على الغباء، وورد في ذلك يعني هذا الوعيد الشديد. هذا أول قضية تتعلق بقضية الاقتداء بالإمام والاتباع به. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبو هريرة الآخر: إنما جعل الإمام ليتم به ليقتدي بالإمام، وهذا الخطاب موجه إلى المأموم كذلك بحيث يتبع إمامه ولا يتقدم عليه ولا يقارنه وإنما يقتدي به ويتبعه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة كيف أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو جلس كانوا يجلسون عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. ثم ذكر الحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى، حديث هذا موجه كذلك إلى المأمومين، وهو حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن يزيد الخطمي هو صحابي ممن شارك في بيعة الرضوان، وكان عمره
أنا ذاك يعني 17 سنة، كان صغير شاب، وشهد مع علي في الصفين ونهروان كذلك. هذا الصحابي الأنصاري عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثني البراء، حدثني البراء بن عازب، وهو رواية صحابي عن صحابي، قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. وحال كوني براء عندما حدثني هذا الحديث لم يكن كاذبا وهو غير كذوب. هذا أحيانا العلماء يستخدمون أو الصحابة يستخدمون هذا اللفظ: فلان غير كذوب، حدثني الصادق المصدوق، أحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقصدون بذلك طعن في الرواية، وإنما هو توكيد بعدالة الصحابي، يؤكدون الصحابي بأنه عادل، والصحابة كلهم عدول. ولذلك هنا قال: وهو غير كذوب، هو تقوية عدالة ذلك الصحابي فقط، وإلا الصحابة كلهم عدول. وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة صيغة كان يفعل كذا وكان يقول كذا عليه الصلاة والسلام، عند العلماء يعني عند جمهور العلماء يدل على استمرار، وأنه كان ذلك من دأبه عليه الصلاة والسلام. إذا قيل كان يفعل كذا يدل على الاستمرارية، على أنه داوم ذلك الفعل عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي دليل آخر يعني يدل على أنه لم يكن يداوم، وإلا الأصل أنه كان يداوم ذلك. كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته وكان من هديه وكان من دأبه عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله، إذا قال سمع الله لمن حمده، التسميع، والإنسان يقول التسميع في الركوع، يعني هنا كأنه يريد أن يقول لك إذا 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 اعتدال، يعني قلت اعتدال ليس في الركوع، الاعتدال، يقول التسميع في الاعتدال، صح؟ إذا اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمع الله لمن حمده عند اعتداله عليه الصلاة والسلام، لم يكن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يثني ظهره حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا كان من دأبهم وهذا كان من عادتهم وهذا كان من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا قال سمع الله لمن حمده، التسميع يقوله الإمام، أما المأمومون فيحمدون الله سبحانه وتعالى. هذا هو صحيح، دار في المسألة الخلاف، لكن الصحيح الذي تدل عليه ظاهر الأدلة هو على أن التسميع للإمام، والإمام يسمع عند انتقاله، عندما يرتفع من الركوع يقول في تنقله سمع الله لمن حمده، فإذا استوى يقول ربنا ولك الحمد، والمأمومون يقولون كذلك. الصيغ الكثيرة الواردة: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وغيرها. المهم التحميد للمأمومين والتسميع الإمام، والإمام يشارك كذلك التحميد المأمومين. فقول الإمام سمع الله أي بمعنى أنه يريد أن يقول للمأمومين أن حمدوا ربكم فإنه يسمعكم سبحانه وتعالى ويستجيب لكم. لكن الخطاب الموجه للناس أو الخطاب الموجه إلى الناس لا يجوز في داخل الصلاة، مثل لو قال الإمام حمدوا ربكم فإن الله يسمعكم، لو قال يعني، فيقول عندنا ربنا ولك الحمد مثلا، لو قالوا هذا لا يصح، لا يتأتى. لماذا؟ لأن هناك فيه خطاب موجه إلى المأمومين، والصلاة لا يجوز فيها المخاطبة أو التكلم مع غير الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تكون صلاة خطاب متمحض،
خاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما عطس إنسان وحمد وشمته رجل آخر وقال يرحمك الله، فقط هنا هو كاف الخطاب هذا الذي يكون هو خطاب البشر. ولذلك النبي عليه الصلاة ذكر لذلك الصحابي أن الصلاة لا يسمع فيها كلام، لا يسمع فيها شيء من كلام الناس ولا كلام البشر. فلا يتأتى ولا يجوز للإمام أن يقول ناس يعني حمدوا الله سبحانه وتعالى فإن الله يسمعكم ويستجيب دعاءكم سبحانه وتعالى. ولذلك اختير هذه الصيغة أن يقول سمع الله لمن حمده، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويستجيب لمن يحمد الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يتفطن المأمومون ويقولون ربنا ولك الحمد. نعم، بمعنى أنه يحثهم على الحمد عندئذ في الصلاة. وهذا لذلك الإمام يقول هذا سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده في اعتداله عليه الصلاة والسلام ثم هوى إلى السجود عليه الصلاة والسلام، يقول البراء بن عازم كان من عادتنا، البراء بن عازم يقول كان من عادتنا أنه لم يحن، أي بمعنى لم يعطف ولم يثني، يقال حنى ظهره، نعم، أي بمعنى أثناه وعطفه، فلم يحن بمعنى أنه لم يحن أو لم يثني أحد منا، أحد من المصلين وأحد من الصحابة الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يثني ظهره، بمعنى أنه لا يخر للسجود، لا أحد يتحرك حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع ساجدا حال كونه ساجدا عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنهم يبقون في الاعتدال ثم يهوي النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ثم حرف ترتيب وتراخي، ثم بعد ذلك أن نقع أي نهوي سجودا أي ساجدين بعده بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الرسول يسجدون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهم ينتظرون حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويدخل في السجود. هذه هي المتابعة الصحيحة، وهذا كان من دأب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الإمام في الركن يدخلون بعد ذلك، كلما دخل الإمام في الركن يدخلون بعده. وهذا هو هذه هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يجوز أن يقارن مع الإمام في تنقلاته وفي الركوع وفي أركانه، المأموم لا يعني لا يتسابق مع الإمام ولا يقارن مع الإمام، وإنما يتأخر عنه كما في ظاهر هذا الحديث حتى يدخل في الركن الإمام، ثم بعد ذلك المأمومون يدخلون في هذا الركن حتى يقع ساجدا، إما أنه عندما بدأ السجود عليه الصلاة والسلام يسجدون، وإما يعني ينتظرون حتى يتمكن السجود، وقد قيل يعني أنه تمكن في السجود عليه الصلاة والسلام حتى يقع ساجدا ثم نقع بعد ذلك. هنا أحيانا التأخر كذلك لا ينبغي أن يطول التأخر عن الإمام، فإن طال تأخر ويكون تأخر فاحش بحيث لا يعتبر أنه يقتدي به، عندئذ يجب أن يتابع الإمام مع الإمام في الركن الذي فيه. مثلا أضرب لذلك مثلا، إنسان يعني اقتدى بإمام وإمامه سريع القراءة وهو بطيء القراءة والمأموم بطيء القراءة، فإمامه بينما هو يقرأ الفاتحة الإمام ركع ثم اعتدل ثم سجد ثم جلس ثم قام، فلحقه الإمام بالقيام وما زال إمام الركعة الثانية، قام الإمام للركعة الثانية وهو ما زال يقرأ في الركعة الأولى ولم ينتهي بعد، هذا لا يعتبر، هذا يعني اللي هو اختلاف فاحش مع الإمام. وماذا يفعل؟
عليه أن يتابع الإمام بعد ذلك هذه الرقعة الثانية، يقتدي مع الإمام بالرقعة الثانية. وعندما ينتهي الإمام من صلاة عليه أن يقضي هذه الرقعة التي فاتت منه. نعم. وأما إذا كان الفرق بينهما يعني ركنا واحدا، يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة والإمام انتهى من الفاتحة وركع، ثم بعد ذلك المأموم ركع والإمام قام من الركوع إلى الاعتدال، وهكذا دواليك يعني يكون هكذا، هذا لا يضر، هذا الـ 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 هذا الاختلاف البسيط لا يضر. أما إذا كان كما قلت يعني فاحشا فعليه أن يتابع الإمام ثم أن يستدرك هذه الرقعة بعدما ينتهي الإمام من الصلاة. هذه هي المسألة المتابعة. وقد أشار الشيخ في الحديث الأول لما جعل الإمام ليؤتم به. نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبو هريرة هذا الحديث العظيم فيه صورة، العلماء يقولون هي الصورة الوحيدة التي سنة أن يكون أن يعني أن يكون الإمام مع المأموم وأن يقرأوا معا شيء معين، يعني يقرأوا معا، هذه هي الصورة الوحيدة، هي صورة التأمين. وإلا الأصل أن المأموم يفعل الأفعال ويقرأ القراءة بعد الإمام، إلا هذه الصورة، ولذلك أورد هذه الصورة وهي صورة التأمين. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله قال: إذا أمن الإمام، يعني إذا أمن الإمام بمعنى إذا قال الإمام آمين، قال فأمنوا في نفس الوقت، فإنه من وافق، هنا موافقة، أن يوافق المأموم الإمام، وقلنا هو المسألة الوحيدة التي سنة أن يوافق الإمام المأموم فيها، هذه الصورة الوحيدة هي صورة التأمين في الصلاة كلها يعني. فقال: إذا أمن الإمام فأمنوا أيها المقتدون، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين المأموم توافق تأمين الملائكة وتأمين الإمام كذلك، لأن هناك حديث آخر دل: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة آمين، قالت الملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى. وكان أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. فإذا وافق تأمين الإمام مع تأمين المأموم وتأمين الملائكة، إذا تضابقت هذه التأمينات، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا يترتب هذا الأجر. فهذا قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي في نفس الوقت، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. الملائكة المعرفون هنا هل هي جميع الملائكة أم ملائكة الكرام والكاتبون؟ يعني فيها العلماء قالوا، ولكن الحديث يدل على أن الملائكة هي بعمومها، لأنه قال في الحديث الآخر: قالت الملائكة في السماء، بمعنى أن الملائكة تسمع تأمين المؤمنين في الدنيا في هذه الحياة، تسمع في السماء فيتؤمن، وهذا يدل الفضل العظيم للتأمين وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال: لا تحسدكم اليهود كما تحسدكم على التأمين في الصلاة، لأنه هو شعار ظاهر، فهم يكرهون عندما يسمعون هذا التأمين. وكان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لجة، صحابة يرفعون أصواتهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النصوص كلها وردت في صلاة الجهرية، لأن الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة جهرية وصلاة غير جهرية. الصلاة التي تؤمن
يجب أن تكون صلاة جهرية، لكن لو أن المأموم سمع الإمام يقرأ في صلاة الظهر مثلا ولو الضالين سمعه ويقول لا يؤمن، لأنها هي صلاة ماذا؟ غير جهرية، هي صلاة سرية. وإنما التأمين ورد في الصلوات الجهرية. فهذا هو وخاف فأمنوا هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن يكون الأمر للوجوب. نعم، هنا هو الأصل أن يكون للوجوب، لكن جمهور أهل العلم ذهبوا على أن هذا الأمر هو للاستحباب، قالوا هو الاستحباب. فإنه إذا أمن الإمام فأمنوا. التأمين، لفظ التأمين يكون وراء بعد الفاتحة، يكون بعد الفاتحة. وهل كل ما يقرأ الإنسان الفاتحة يقول آمين أم إذا كان في الصلاة؟ قولا للعلماء، ولكن الأصل هو أنه كلما يقرأ الفاتحة أنه يقول آمين، لأن الفاتحة وراء يعني فيها دعاء، بل فيها أعظم الدعاء، وهو طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، يا ابن آدم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى هي الهداية، هي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك هذا السؤال العظيم، الإنسان يقول آمين بمعنى استجب يا رب، آمين استجب يا رب، آمين آمين، يعني لغتان، يمد الهمزة يقول آمين أو يقول آمين، وبمعنى استجب. وهذا اللفظ غالبا الأنبياء كلهم استخدموا هذا اللفظ الآمين، واختلف الناس هو لفظ عربي أم لفظ عبراني أم سرياني أم غير، قالوا آمين. لكن ورد على أن جميع الأنبياء كانوا يقولون آمين مهما كان، ومعناه استجب. أما الميم لابد أن تكون مخففة ولا تشد، لأن المعنى يتغير عندئذ، ولا يقول آمين، لأن آمين بمعنى قاسدين، ولا آمين البيت الحرام، أي بمعنى قاسدين، فيتغير عندئذ المعنى. وإنما أما يقول آمين، وإما أن يقول آمين، فهذا الذي ورد طبعا. فآمين بمعنى هذا اللفظ استجب. فموافقة الإمام، موافقة الإمام بتأمين الملائكة، وموافقة المأموم بتأمين الإمام والملائكة، هذه هي سنة. وهذا المكان الذي قلنا يعني ورد فيها موافقة الصلاة الإمام الموافقة، وهي من المواضع الثلاثة الذي يجهر المأموم مع إمامه، يعني لا يوجد مكان آخر يجهر المأموم مع إمامه أو يقرأ معه أذكار ويوافق معه في صلاته إلا ثلاثة أو في أربعة مواضع. الموضع الأول هو التأمين، فيها توافق، والدعاء والأذكار الذي تقرأ جماعة كذلك ورد في هذا المكان، وكل واحد وكل حكم يكون في مكانه حسب ما شرعه الشارع. هذا أولا. ثانيا في دعاء الوتر، عند دعاء الوتر المأموم يرفع صوته بالتأمين كذلك. كذلك الدعاء في الدعاء النوازل في الصلوات الخمس، إذا دعا الإمام فالمأموم يؤمن ويرفع صوته، ولو كانت هذه الصلاة صلاة سرية، لأنه الدعاء النوازل يجوز يعني إنسان الإمام يغمض في جميع الصلوات ويدعو في جميع الصلوات. المكان الرابع هو
إذا أخطأ الإمام مثلا أو توقف عن القراءة أو اختلطت عليه القراءة، فالمأموم عندئذ يجوز له أن يفتح على الإمام، فعندما يفتح له ويفتح عليه عندئذ يرفع صوته كذلك. هي هذه الأماكن الأربعة التي وردت من نصوص على أنه يجوز للمأموم أن يرفع صوته في صلوات مع إمامه. كذلك إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق وافق. الموافقة هنا كما دلت ظاهر النصوص هي موافقة الأقوال، يعني يقول يوافق بآمين كما ورد في نص الحديث، فإنه من وافق قوله تأمينه تأمين الملك، وهذا ظاهر الحديث. في بعض العلماء قالوا فإنه يعني الموافقة هنا موافقة الإخلاص، قالوا يعني فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، من وافق إخلاص تأمينه بإخلاص تأمين الملائكة، أي أن الملائكة كما هي مخلصة وأنها يعني مركزة في الصلاة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة بمعنى يقصد من حيث الإخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن الظاهر هو موافقة القول، وليس بالشرط أن تكون مثل الملائكة، وهذا شيء لا ينال غالبا، أن تكون يعني المخلص مثل الملائكة هذا شيء لا ينال غالبا. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يغفر الله سبحانه وتعالى له للمأموم وللإمام ما تقدم من ذنبه. ما هنا يسمى في اللغة العربية اسم موصول، وهي من ألفاظ العموم، وهي تساوي ما تقدم، أي جميع ما تقدم من ذنبه، من ذنب تقدم من ذنب جار ومجرور يتعلق بتقدم. هل الميم هنا للتبعيض ولا هنا ميم لا تفيد التبعيض؟ يعني من جميع ذنوبه ما تقدم من بعض ذنوبه، هل نقول يعني من ذنوبه يعني يقصد أن الله يغفر له جميع الذنوب؟ هل الذنوب هنا تشمل جميع الذنوب، أم الذنوب المقصود هنا هي صغائر وليست كبائر؟ وجمهور أهل العلم ذهبوا على أن الذنوب التي تغفر في الصلوات وغيرها هي الكبائر، هي صغائر عفوا وليست الكبائر. الكبائر الذنوب تحتاج إلى التوبة وإحداث التوبة، وهذا الحديث وكثير من الحديث من هذا الحديث قيدوا بحديث آخر صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث النص الذي ورد إذا اجتنبت الكبائر، قالوا جميع الحديث الذي ورد على هذا النمط يقيد، فيقال غفر له ما تقدم من ذنبه إذا اجتنبت الكبائر كما ورد في ذلك الحديث الآخر. إذا الكبائر تحتاج الاستغفار والتوبة. وبعض العلماء قالوا لا نحجر رحمة الله الواسعة، فما قيده الشارع نقيده، وما أطلقه الشارع نطلقه يعني، فرحمة الله واسعة. لكن هذا يترتب عليها مسائل أخرى كثيرة، ولذلك هنا يبدو على أنه الراجح على أنه غفر له ما تقدم من ذنبه إذا اجتنبت الكبائر، ويقيد بأحاديث الأخرى. وهذا الفضل العظيم، مع هذا الفضل العظيم الذي ورد في الأحاديث، هذا الفضل العظيم الذي ورد في الأحاديث ويترتب على قضية التأمين ورفع الصوت بالتأمين، تجد على أن بعض المصلين يتركون ولا يؤمنون الصلوات الجهرية تقليدا لبعض أقوال العلماء. نعم، ويتركون بعض أقوال العلماء، ولا ينبغي الإنسان أن يترك الحديث الصريح الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول قائل. الإمام من الأئمة قد لا تصل إليه الحديث، وقد يجتهد وهو يعني وله أجره، على كل حال هو له أجره، فإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران،
فهو اجتهد ولم تصل إليه النصوص، ولكن الذي بلغت إليه النصوص وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فلا يجوز له أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول شخص آخر كائنا من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه واجب والاقتداء به صلى الله عليه وسلم واجب، أما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فليس الاقتداء به ليس بواجب، هو النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أنبياء بعده عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تجد أن أئمة المذاهب الأربعة كل واحد منهم كان يربي تلاميذه على اتباع الدليل. ونجد الإمام الشافعي رحمة الله عليه ويقول كثيرا في كتاب الأم، يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، يقول إن صح هذا الحديث، أحيانا يشك صحة الحديث فيعلق يقول إن صح فقد قلته. نعم، لأنه أحيانا لا يدخل سند، مثل حديث البهزي بن حكيم في غرامة المالية الذي كان يتحدث، فمن يعني فمن أداها فإنها صدقة مقبولة منه، كان يتحدث عن الزكاة، ومن لم يؤديها فإن آخذوها وشطر ماله. إمام الشافعي عندما أورد هذا الحديث قال إن صح هذا فقد قلته. نعم، لكنه علق بصحته. وهكذا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يقول لصاحبيه لا تقلدوني، انظروا من أين أخذت، كان يقول لهم انظروا من أين أخذت. وإمام مالك كان يقول وما منا أحد إلا راد ومردود إلا صاحب هذا الغبر. وقالوا إن صح الحديث إن خالف قولي قول الرسول فاطرحوا قولي من وراء الجدار. هي القضية أنه صح الدليل، إذا صح الدليل فيجب اتباع الدليل. ولذلك تجد في بعض المذاهب ليست قضية أنه على أنهم لا يؤمنون فقط، وإنما يعيرون الذين يؤمنون، بل قد يضربوهم قد يضربوهم. نعم، ومع أنه حديث صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس معهم دليل، مع هذا لا يوجد دليل آخر يعارض هذه الأدلة الصريحة الواضحة. فينبغي المؤمن أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو واجب. نعم، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هنا، والحديث الذي بعده حديث أبي مسعود الأنصاري البدري، كلاهما يتحدثان عن قضية تتعلق بآداب الإمامة. وهنا الخطاب موجه للإمام، فعليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته. الإمامة هي مسؤولية عظيمة، فيترتب عليها أشياء كثيرة، فالإمام لابد أن يكون فقيها يعرف السنن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف ماذا عليه عندما يؤم الناس، الحقوق التي عليه. فذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، قال عليه الصلاة والسلام. إذا صلى أحدكم، أي بمعنى إذا صار أحدكم إماما للناس يصلي الناس، عموم الناس مسجد عام يصليهم يكون إماما لهم، قال عليه الصلاة والسلام فليخفف. فليخفف أي بمعنى فليوجز، فليخفف، وهو أمر هنا، وهذا الأمر هو للوجود أن يخفف. ماذا يخفف؟ هل يخفف القراءة فقط أم يخفف الصلوات كلها؟ يخفف، فليخفف القراءة، وليخفف القيام، وليخفف الركوع، وليخفف الاعتدال، وليخفف السجود، فليخفف التشهد كذلك. فبمعنى يخفف الصلاة. والتخفيف المقصود هنا هو التخفيف الشرعي وليس التلاعب في الصلاة، ففرق كبير
بين الذي يتلاعب في الصلاة وبين الذي يخففه تخفيفا شرعيا. فالناس يعني في الصلاة بين مفرد ومفرط، فبعض الناس يخففون تخفيفا بحيث يخلون أركان الصلاة أو يتركون الطمأنينة، فهذا ليس تخفيف وإنما هو تلاعب في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه ذلك الصحابي الذي اشتهر بمسيء صلاته، اشتهر بمسيء صلاته رافع بن خلاد، دخل في النبي دخل في المسجد والنبي جالس عليه الصلاة والسلام، صلى ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى أولا قدم حق الله ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قام به من الحركات جعله كأنه ما صلى، لأنه هذا لا تعتبر، هذه لا تعتبر صلاة، ليست صلاة معتبرة عند الشارع، ولذلك قال صلي فإنك لم تصل. رجع وصلى كعادته سابقة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصل، ثم أعاد مرة ثالثة، ثم قال يا رسول الله علمني، والله لا حسن علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة. الشيء الذي خلى في صلاته وتركه هي كانت طمأنينة، أن يطمئن الإنسان ويستقر في صلاته، في قيامه وسجوده واعتداله وتشهده، أن يستقر ويستكين، هذا هو. فالذي يعني يتلاعب وينقر كما ينقر الديك، فهذا لا يعتبر أنه خفف الصلاة، وليس المقصود هنا، وإنما التخفيف المقصود هنا أن لا يطول على المصلين ولا يؤذيهم بالتطويل الفاحش الخارج عن حد الشرع. ولذلك عليه الصلاة والسلام هنا قال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف. هذا التخفيف يستثنى في بعض الأحوال، في بعض الأدلة التي جاءت على التطويل، في بعض الأماكن تطول الصلاة، مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، إذ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من سورة البقرة عليه الصلاة والسلام، ولأن صلاة الخسوف يعني معلقة بعلتها وهي الكسوف أو الخسوف، حتى تنجلي الشمس أو ينجلي القمر، فإنه يصلي ويطول. كذلك الأماكن التي وردت فيها نصوص خاصة، مثل صلاة الفجر يوم الجمعة أن تقرأ سورة معينة، مثل سورة السجدة وغيرها، هذه تقيد كذلك يستثنى، ولو استثقل الناس فلا يسمع، لأن هذه سنة ثابتة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك التخفيف لا يكون حسب مزاج الناس، لأن بعض الناس حتى لو قرأت سورة الإخلاص لا استطال، نعم لا استطال، وليس هناك حدود معينة عندهم في التخفيف، نعم، وبالتالي قضية لابد أن تتعلق حسب الشارع. فالشارع، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد الصلوات كم تقرأ، فصلى الله عليه وآله وسلم مثلا إذا كان في السفر كان يخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام، في صلاة الفجر كان يقرأ كما ورد في الرواية الصحيحة ما بين 60 إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام. صلاة الظهر ورد على أنه كان يقرأ مثل سورة السجدة عليه الصلاة والسلام، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء أنه كان يقرأ في أوسط المفصل ورد، وفي المغرب أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل، نعم بقصار المفصل. وعندما يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس، هنا الناس يقصد عامة الناس، أما إذا كان يصلي مجموعة معينة هي هذه المجموعة لها ظروفها الخاصة ويترضى أن تطول الصلاة، واتفقت مجموعة على تطويل الصلاة فإنه يطول عندئذ، لكن عموم المساجد العامة الناس هذه لابد أن تخفف الصلاة ولا يثقل عليهم، لأنه يترتب على ذلك فتنة كما سيأتينا الحديث. كذلك الإنسان
الذي يصلي قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد هي صلاة سنة، الذي يتعذى بها يجوز له أن يترك. أما الإنسان الذي يريد يصلي يتنفل في الليل يضول كما يريد، فسواء كان مع الجماعة أو مع غير جماعة يعني هو له أن يطيل، لأنها صلاة سنة أصلا لا تلزم على أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح على أنه قرأ في قيام الليل سورة البقرة، ثم فتح على عمران، ثم سورة النساء، ثم قرأ على عمران عليه الصلاة في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، لأنه هذه صلاته على صلاة الليل، ليس بواجب شخصياتي. إذا ثقلت عليك انصرف، لا 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 غبار عليك يعني. أما الصلوات المقصودة هنا هي الصلوات المفروضة الذي شرع لها الجماعة، فيصلي المسلمون ويأتون ويصلون ويصلي جميع الناس يعني. هذه الصلاة لابد أن تخفف ولا تثقل على المصلين حسب ما ورد في الشرع. نعم. فقال هنا عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم، يعني نقول إذا صلى أحدكم للناس صلاة فرضية واجبة فليخفف. نعم الناس. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تخفف الصلاة، قال فإن فيهم الضعيف، فإن الضعيف فيهم، الضعيف هو اسم إن، ولذلك نقول فإن فيهم الضعيف، فإن فيهم أي في الناس في المصلين في المأمومين الذين يصلون مع الإمام فيهم شخص ضعيف لا يستطيع أن يقوم طويلا، فيترتب عليه مشقة وإذاء المصلين لا يجوز، وإذاء المؤمنين لا يجوز. وبالتالي إذا كان إنسان ضعيفا، سواء كان ضعيف البنية أو ضعيفا من حيث العمر كرجل الذي طاعن في السن إنسان كبير فهو ضعيف، وإذا كان صغير مثلا صغير فهو ضعيف كذلك. فدائما الإمام يراعي أحوال الناس حسب ظروفهم وحسب أحوالهم، أحيانا يكون برد وأحيانا يكون جوع وأحيانا يكون ظروف أخرى، فهذه الظروف كلها هي ظروف معتبرة. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الضعف عليه الصلاة والسلام، لأنها الضعف هي علة معتبرة توجز لأجلها الصلاة وتخف لأجلها الصلاة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدخل في الصلاة فأريد أن أطول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتن أمه، يعني أن تفتن أمه. فهذه علة طارئة، أحيانا يدخل الإمام في الصلاة فتحدث علة طارئة من الحر والبرد والقر وغير ذلك وبكاء الصبيان وحدوث أشياء وغير ذلك، فيخفف الصلاة لأجل هذه المصلحة. فيجب على الإمام أن يكون فطرا، أن يكون فقيها، أن يعرف ماذا عليه. بعض الأئمة إذا تكلمت مع تغلاط تطيل القراءة ممكن يشتمك، نعم، ويقول لك يعني كلام يعني غير جيد. وكل واحد يعني سواء كان الإمام أو مأموم عليه أن يتقيد بالشرع الله سبحانه وتعالى وتحكمهم النصوص. نعم. هنا قال فإن فيهم الضعيف والسقيمة، فإن فيهم السقيمة كذلك، السقيم بمعنى المريض، إنسان مريض فمرضه قد يزداد، وبمرضه قد لا يستطيع أن يقوم، وبسبب مرضه قد يتضرر. فهذا يدل على أن السقيمة والمريض يحضر صلاة الجماعة، لأن كل مرض ليس عذرا لترك الجماعة. ولذلك قال فإن فيهم، قال السقيم فإن فيهم السقيمة وذا الحاجة، أي فإن فيهم في المأمومين ذا الحاجة، أي بمعنى صاحب حاجة، فإن فيهم صاحب حاجة. والحوائج كثيرة، إنسان يعني إنسان له حاجة يريد أن يصلي ويتحصل أجر الجماعة ثم ينصرف لحاجته، إما أنه يفتح متجره، وإما أنه يشتري شيئا، وإما أن تكون حاجة دنيوية أو حاجة أخروية، كإنسان الذي يريد أن يطالع كتابا أو يقرأ درسا أو يلحق يعني درسا وغير ذلك، أو يعني في دنياه فهو له حاجة. ومراعاة حاجة الناس هي معتبرة، ولذلك قالوا
هذه الأحاديث تعني أن الإمام عليه أن يراعي ظروف الناس وأحوالهم، فهو مسؤول عليهم، فيجب أن يتقي الله فيهم لأن هي مسؤولية، يقودهم يصليهم. فإذا كانت الصلاة أعظم ركن يؤديه الناس جماعة، فالإمام عليه أن يعني يتقيد بالشرع، لا يخفف الصلاة بحيث يتلاعب في يعني في الضمانينة ويخرب الناس على صلاتهم، هذا لا يجوز له. كذلك الجانب الآخر لا يطول تطويلا يفتنهم عن صلاتهم، لأن الإنسان إذا طول عليه قد لا يرجع مرة ثانية إلى الجماعة، قال لا يرجع إلى الجماعة يقول والله يصلينا عم فلان هذا لن أذهب المسجد لأنه أتعبنا بتطويله الصلاة، فيكون سببا لترك الجماعة، يترك الإنسان ويكره صلاة الجماعة لأجل، أو ربما لا يخشع عندما يتضرر. كانوا يقولون أنه واحد كان يطول قراءة فكان يقول ينتهي بسورة فلانية، سورة التحريم، انتهى من سورة التحريم بعدما انتهى كان يركع، فبدأ سورة التبارك، فبدأ المأموم يشطب يقول عليك كذا وعلى تبارك وعلى سورة تقرأ يعني. فهو أحيانا يعني الإنسان يكون يعني إنسان يكون عندهم مرض وشيء وظروف صعبة جدا أحيانا، في يعني تطويل هذا يذهب الخشوع أحيانا، إنسان لا يخشع بصلاته. فقال وذا الحاجة، فإن فيهم يعني ذا الحاجة صاحب الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أما الإنسان إذا كان يصلي لحاله لوحده طيب أنت حر، طول كما تريد إذا كنت وحدك، لكننا وجدنا أنه يصير عكس اليوم، إذا كان إنسان لوحده يوجز، وإذا كان مع الناس طول، هي إشكالية يعني، هذه إشكالية. فإذا كان إنسان لوحده يطول ما شاء، قال عليه الصلاة ما شاء، وما شاء هنا يعني يقصد أنه يطول كما يريد ويقرأ ما يشاء، لكن ليس معنى ذلك على أن التطويل كله مسموح له. كإنسان دخل في الصلاة وطول وأخرج صلاة عن وقتها، فهذا ليس بصحيح أن يخرج الصلاة عن وقتها، وإنما يقصد يعني يقرأ ما يريد ما دام عنده متسع من الوقت فليطول ما شاء. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. حديث أبي مسعود الأنصاري البدري هو مثل حديث أبي هريرة الذي مر بنا. هذا الحديث هو ذكر على أن له قصة، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا هو حرام بن ملحان خال أنس بن مالك، جاء إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي عن صحابي عن إمام، فالصحابة كانوا يشتكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدمون شكواهم إلى النبي عليه السلام، كانوا يشكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح، لماذا؟ من أجل فلان مما يطيل بنا، فذكر على أنه يتأخر عن صلاة الصبح. إني لا تأخر عن صلاة الصبح، قالوا هل يتأخر عن القراءة أم يتأخر عن الصلاة كلها؟ يعني إني لا تأخر يعني محتمل على أنه يتأخر عن شهود الصلاة أصلا ولا يحضر الصلاة صلاة الصبح، أو يتأخر عن القراءة فينتظر حتى يظن على أنه قرأ يعني مما كان يقرأ فيأتي في الأخير في الآخر، هو يحتمل.
وهل تطويل الإمام القراءة عذر للمأموم بحيث يتأخر عن صلاة الجماعة؟ هذا ليس بصحيح، لكن علماء قالوا يعني أنه يتأخر عن حضورها، أي مشي إلى صلاة. إني لا أتأخر عن صلاة الفجر، صلاة الصبح يعني صلاة الفجر، وذلك من أجل فلان، لأجل فلان. وهذا الفلان الذي يكون هنا ولم يذكر، وصحابة عندما يروون الأحاديث لا تهمهم أعيان الرجال، وإنما تهمهم القضية. لو علمنا الأعيان ما نستفيد شيء يعني، ولذلك يبهمون أحيانا عمدا، يقولون فلان بدل أن يذكر اسمه. لكن علماء الأحاديث أحيانا ينقبون ويتطبعون ويستخرجون هذا الإنسان المبهم الذي كني عنه. ولذلك ورد في مسند أبي يعلى وهو مصرح، ذلك الصحابي الذي قال أنه يضيل علينا القراءة، أنه أبي بن كعب. وأبي بن كعب كان يصلي أهل القباء صلاة الفجر، وأبي بن كعب هو قارئ يعني ماهر بقراءة القرآن كما هو معروف، ولذلك كان يسترسل القراءة. فأبي يعلى أورد على أنه قرأ صلاة الصبح في صلاة الفجر سورة البقرة، أنه قرأ سورة البقرة. إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني بين 60 إلى 100 سورة البقرة 3 أضعاف، نعم 3 أضعاف، بمعنى أنه قرأ ما يساوي حوالي 300 آية. فلذلك طول عليهم القراءة. وقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، مما يطيل بسبب أنه يطيل علينا، مما أي بسبب، أي منهم من السببية هنا، أي بسبب أنه يطيل القراءة في الصلاة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندئذ غضب عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأجل الله عليه الصلاة والسلام، وما كان يغضب لذاته. فيقول أبو مسعود الأنصاري البدري، هو ليس بدري، لم يحضر، الصحيح على أنه لم يحضر غزوة بدر، وإنما سكن مدينة بدر أو منطقة هذه، فلذلك سمي البدري. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب، وليس وما كان من عادته يعني يغضب في الموعظة، في الخطب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بكل حماس، كان يعلو صوته وتحمر عيناه عليه الصلاة والسلام في الخطب. أما في المواعظ كان يختلف ذلك، كان يلين الكلام، كان يعلم عليه الصلاة والسلام، كان يستخدم أساليب كثيرة في الموعظة. لكن هذه الموعظة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو غضب، يعني غضبا شديد عليه الصلاة والسلام، لأن القضية تتعلق بقضية عظيمة جدا، وهي قضية يعني الصلاة. فإذا نفر الناس عن الصلوات ولم يحضروا المساجد بسبب السلوكيات الأئمة، يترتب على ذلك فتنة عظيمة، انهدام هذا الركن العظيم الصلاة، هو يترتب على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب هنا غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يعظ الإمام والأئمة ويخاطب بصفة عامة، يقول: فقال أيها الناس إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، إن منفرين منكم، يعني إن منكم مجموعة ينفرون الناس عن الدين، ينفرون الناس عن الصلوات، ينفرون الناس عن حضور الجمعة والجماعات. وهذا لا يجوز، أن تنفر الناس عن دين الله عز وجل، عندما تشدد شيء عليهم وتثقل عليهم شيء لم يثقل عليهم رب سبحانه وتعالى، بمعنى ذلك أنك تكون سببا لنفورهم ولفرارهم ولتراجعهم، نعم، عن دين الله عز وجل.
وهذا أمره خطير للغاية، فلذلك قال إن منكم منفرين. والنفرة هنا يعني نفرة استثقال الصلوات وحضور الجمعة والجماعات وغير ذلك. وذكر المرض ثم ذكر العلاج عليه الصلاة والسلام، قال فإن فأيكم أما الناس، أيكم مهما كان أي شخص كان، أما الناس قال فليوجز. وفي رواية أبو هريرة مر بنا فليخفف، هو نفس المعنى فليوجز إيجازا شرعيا، فليخفف تخفيفا شرعيا. فإن من ورائه وراء الإمام الكبيرة، فإن الكبيرة من ورائه، الذي يصلي وراءك هو رجل كبير ضاعن في السن. وعبر في الرواية الأخرى الضعيف، لأن الكبير هو 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 ضعيف، والصغير كذلك من ورائه الصغير، والصغير ضعيف لا يستطيع أن يقوم فترة طويلة، وذا الحاجة وصاحب الحاجة كذلك. فيجب أن يعني يراعي الإمام مصالح المصلين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه المصالح أيما مراعاة. أخرج إمام أبو داود في الرواية الصحيحة قصة تشبه مثل هذه القصة، وهي قصة ولد سليم الذي كان اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل. معاذ كان كذلك قارئ، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى عوالي المدينة، المكان الذي كان يسكنه بنو سليم وقبيلته، فكان يذهب فيأمهم صلاة العشاء. وفي ليل من الليالي جاء معاذ بن جبل ودخل في صلاة العشاء، ويبدو على أنه طول القراءة، فجاء شاب من بني سليم كان معه جمل يسوقه، ربط جمله فدخل في المسجد، دخل الصلاة مع معاذ بن جبل. معاذ بن جبل استرسل في قراءته، فذاك شاب لم يستطع لم يتحمل فخرج عن الصلاة، يعني خرج وصلى لوحده ثم صرف وساق جمله. وقامت هناك زوبعة في داخل المسجد، هذا كمنافق خرج عن الصلاة، يعني ناس بدأوا يتكلمون ذلك على ذلك الشاب. فوصل إليه الخبر، عندما وصل إليه الخبر قال سأشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في الصباح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه معاذ بن جبل، فقدم شكوته أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يتأخر عنا ويصلي معك صلاة العشاء ويأتي في وقت متأخر، قال فيطيل علينا القراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تأكد هذا الكلام قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح كيف يصلي الناس والصور الذي يختارها ويتخبها، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وغير هذه القصار مفصل اخر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل ذلك الشاب قال له يا أخي أنت كيف تصلي؟ فقال بدأ تقرأ، فقال إنني أقرأ بأم الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث هو الحديث الذي أخذوه أصلا، لو اكتفى الإنسان بقراءة سورة الفاتحة على أنها تكفي، لأنه قال إني أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن كلامه كثير الذي تقرأ، هو لا يعرف التسبيح كثيرة ولا التحميدات ولا القراءات الكثيرة، ليس متعلم، لكن بس قضية الذي يعرفها هو أنه يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترانا حول هاتين ندندن، قال عليه الصلاة والسلام كل ما نخر من الأذكار والتسبيحات والتحميدات والتهليلات كلها تدور حول هذه القضية، هو أننا نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله الجنة ونعوذ به من النار. فقال غدا سيعلم معاذ إذا قامت الحرب أينا منافق، يعني سيعلم أينا منافق.
فهي عند إذا كانوا يجهزون غزوة ال غزوة الأحد، نعم كانوا في غزوة تجهيز لغزوة الأحد، ثم بعد ذلك استشهد ذلك الشاب في أحد ودخل من شهداء أحد. وبالنص القرآن الكريم لم يشارك يعني في هذا الاستشهاد أي أحد منافق، إنما هم كانوا مؤمنين خلص، واختارهم الرب سبحانه وتعالى وانتخبهم الرب جل وعلا عنده سبحانه وتعالى، فزكاهم الرب جل وعلا كما هو معروف. ولذلك عندما استشهد النبي عليه الصلاة والسلام التقى مع معاذ فقال: ماذا فعل خصمي وخصمك البارح؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد صدق يا رسول الله، قد صدق يا رسول الله. فهذه الرواية وردت رواية تشبه مثل هذه الرواية على أن ذلك شاب من بني سليم كذلك اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما يطوله المعاذ بن جبل. لكن قضية مهمة جدا، معاذ بن جبل هو عالم وهو صحابي جليل، لكن لم يحاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له بكلام شديد، لأن هؤلاء هو أئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيربيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بكل صراحة: أفتان أنت يا معاذ، لا تفتن الناس. ولذلك يجب يعني عندما نتعامل مع النصوص ليس هناك محاباة، وإنما هي قضية اتباع النصوص. النصوص أعظم من الأشخاص، واتباع الحق أولى من الرجال. ولذلك يعني قضية هذا ليس يعني ليس هناك أي مشكلة الإنسان يعلم ويوجه، فيجب أن يسمع كذلك الإنسان المؤمن الحق ويتبع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. تفضل. ما أمن الإمام؟ نعم. نعم، قالوا: إذا ما أمن الإمام يؤمن المأموم تنبيها على الإمام لينبه عليه وليطبق سنة. نعم. ثم سؤال آخر: هل المرأة تؤمن أم لا؟ هذا كذلك يعني المرأة هل تؤمن أم لا؟ نعم، المرأة لا ترفع صوتها بالتأمين إذا كانت هي تصلي مع الرجال. وهذا الذي يدل على إذا ناب شيء في الصلاة فالمرأة تصفق ولا تسبح، وبالتالي إذا كانت مع مأمومين مع الرجال هي لا ترفع صوتها بالتأمين. صحيح. نعم.